حضراتكم في آخر فقرة، والفقرة دي هنتكلم فيها عن رياضة يعني بيقولوا مش واخدة حقها، ولكن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي أكدت على دعمها ودعمها تحديدا للرياضة دي، وهي اسمها رياضة صعبة شوية، اسمها جو جيستو. صح كده، هي أسلوب من أساليب الدفاع عن النفس، وما بتعتمدش على هنا على استخدام الأسلحة، لكن الاعتماد بيكون على أسلوب شل حركة الخصم. هنعرف كل التفاصيل. خلينا نرحب بس بالدكتور وليد الكاشف، رئيس اتحاد الجو جيستو اللي هو تحت التأسيس. صباح الفل. صباح الخير وأهلا وسهلا بيكم. أهلا بحضرتك. أولا بس أحب أن أنا يعني أنوه أن يعني نهني الأمة الإسلامية والشعب المصري حضراتكم بالمولد النبوي الشريف بكره ان شاء الله، ودي مناسبه حلوه اللي احنا موجودين مع حضراتكم، واتحادنا اللي كان قبل النهارده كان اتحاد شهيد، دلوقتي بوجودنا في المنبر الاعلامي المحترم هيكون ليه شان ان شاء الله. سعداء بوجود حضرتك معانا، منورنا وصباح الفل عليك. وزي ما هواد بتقول يعني يقال ان الرياضه دي برضو، وطبعا دي حقيقه الى حد كبير الحقيقه، فكره ان هي مش واخده حقها قوي، فبالتالي مش كل الناس تعرف عنها او عن تفاصيلها. فرصه بقى طبعا بوجود حضرتك معانا تعرفنا اكتر عن الرياضه دي، عن تفاصيلها، عن قوانينها، النوع ده من الامور. هي بالفعل هي رياضه دفاع النفس، فيها مجموعه من الفنون القتاليه زي الكاراتيه زي الكونغفو زي الجودو زي المصارعه، في كوكتيل جميل كده مخلي الرياضه دي ليها تميز انها ما فيهاش اصابات. يعني الرياضه بتاعتنا انها يعني بنتفق فيها ان احنا مجرد ان اللاعب اللي هو اتثبت خلاص عن طريق الخنقه او الكسر، طبعا ما بيحصلش ولا خنقه ولا كسر، مجرد ان هو امتلك اللاعب اللي فوق اللاعب الاخر اللي هينهزم، مجرد ان هو بيخبط على جسم اللاعب خلاص بينتهي المباراه بفوز اللاعب اللي هو حصل شل حركه اللاعب الاخر. ودي اللي ميزتها عن باقي الالعاب الدفاع عن النفس انها ما فيهاش اصابات، يعني احنا عندنا زيرو اصابات الا طبعا اذا كان في التدريبات اصابات. نسبه الالم برضو طالما الموضوع بالكامل احنا مجرد ان هو شل الحركه مجرد فقط دون شل حر، مجرد ان هو شل حركته ماشي خلاص هو امتلكه، فبالتالي مجرد ان هو بيعمل كده على جسم اللاعب وده الحكم طبعا بيكون جنبيهم، مجرد ان هو لمس اللاعب خلاص اللاعب اللي فوقيه خلاص بينهي خلاص المباراه بفوزه. ودي يعني عشان دي لعبه اولها سلام واخرها سلام، هي طبعا نشاتها كانت في الساموراي في اليابان، وبعدين خدتها البرازيل، وفي 37 اتحاد اهلي في افريقيا، و35 اتحاد اهلي في اسيا، 9 اتحادات اهليه في اوروبا، امريكا الشماليه فيها 6 اتحادات، امريكا الجنوبيه فيها 9. والجديد والجميل اللي هو موجود في اللعبه دي ان بدات تبقى حصه رسميه في بعض من الدول العربيه زي الامارات زي الاردن زي الكويت زي السعوديه، حصه مكان حصه التربيه الرياضيه، بقت حصه الجيتسو حته رسميه في المدارس. مش كده وبس، كمان بقى في الجيش الاماراتي والجيش الكويتي، وبقت زي ما كان الاول بيبقى في تدريب او وحده تدريبيه للكاراتيه او للكونغفو او كده، بقت دلوقتي الوحده التدريبيه الرئيسيه هي الجيتسو. ليه الجيتسو؟ انها بتنمي الذكاء، طبعا عناصر اللياقه البدنيه موجوده طبعا في كل الالعاب، انما دي زياده عنها انها بتنمي مقاتل وفي نفس الوقت عنده سلام. يعني ازاي يقدر ان هو يشيل حركه الخصم وفي نفس الوقت يقدر ان هو يحافظ عليه، ودي طبعا اللي فرقت عن باقي الالعاب الاخرى يعني. طب هل ممكن نقول ان برضو في اقبال من قبل الفتيات فكره هنا برضو الدفاع عن النفس، وهذه الثقافه الجديده اللي المجتمعات العربيه بقت تفرضها ان البنت لازم كمان تعرف تدافع عن نفسها، وفي عائلات كتيره كمان بقوا يودوا بناتهم ان هم يتعلموا رياضات دفاع عن النفس، فليه يعرف من حضرتك؟ والله يا حضرتك احنا لما دخلناها مصر سنه 2007 واول سيمينار اتعمل وجانا فيها خبير الماني معاه حزام اسود 3 دان، ودي طبعا هتدركنا اللي احنا نقول ان برضه الرياضه بتاعتنا فيها احزمه، يعني الابيض الازرق، وكل مستوى منه يعني كل حزام فيه 4 مستويات، يعني الابيض الازرق البنفسجي البني الاسود، والاسود دي في مصر ما فيش الاربعه بس اسود، اللي عايش منهم في مصر هو واحد بس اللي هو الكابتن محمد فوزي اللي دخل لعبه في مصر، وفي الكابتن طارق مطر عايش في الامارات، في الكابتن محمد عمر عايش في بريطانيا، في الكابتن كريم شاه عايش في امريكا، الاربعه بس دول من الوحيدين اللي هم ممكن ان هم يرقوا الاحزمه اللي تحتيهم. ففي مصر ما فيش الا الكابتن محمد فوزي طبعا عامل مجهود كبير معانا،
وبالنسبه لسؤال حضرتك بالنسبه للفتيات انا قلت نسي سؤال. لا لا لا، ده انا بس بنوه بس بنوه بس ان احنا عملنا 51 سيمينار خلال الفتره اللي فاتت، منها سيمينارات عرفنا ازاي الجزء التدريبي، ازاي البنت تقدر تدافع عن نفسها ضد التحرش وضد اي عنصر يعني ممكن يعرضها، سواء في الطريق سواء في العربيه. صحيح. سواء بدون استخدام سلاح، يعني حتى لو السلاح مع الآخرين تقدر إزاي تتعامل معاه، وده عنصر أساسي عندنا في التدريب، إزاي نقدر البنت تقدر إنها تدافع عن نفسها بدون ما يكون معها سلاح يعني. ودي كانت حاجة برضو قدرنا إن إحنا نطبقها، وإحنا عندنا 20 منطقة في 20 محافظة وعندنا حوالي 5000. يتناسب مع قوانين الدولة عندنا إن إحنا ما ينفعش حد يمشي بسلاح أبيض، ربما أوروبا بيبقوا فيه إمكانية إن البنات يبقى سيلف ديفنس، بس هنا ما عندناش. فكويس إن النقطة حضرتك بتذكرها دي عشان يكون يعني دفاع عن النفس من غير استخدام أسلحة. هي بالفعل هي يعني الدفاع عن النفس بالنسبة للولد والبنت دي مشتركة، ما فيش حاجة اسمها البنت بس أو الولد بس، أهم حاجة يكون عنده عنصر إزاي يقدر إن هو يدافع عن نفسه بأي رياضة أو بأخرى، بالذات لو كان طبعًا أنا منتمي للرياضة بتاعتي الجوجيتسو، إنها بتقدر انت البنت انها ما تخافش على نفسها انها ممكن تتصاب اثناء التدريب او اثناء البطوله وكده، زي الولد كمان بالظبط، ولكن بيبقى عندها فتنس عالي جدا، عناصر اللياقه البدنيه موجوده عندها، سرعه، رشاقه، مرونه، تحمل، بجانب العنصر الفني بقى اللي احنا بنديها لهم المهارات اساسيه ومهارات عليا بالنسبه لكيفيه الدفاع عن النفس. هل في عقبات معينه حضرتك اضطريت تخوض فيها في رحله تاسيس الاتحاد؟ يا ريتني ما سالت السؤال يا فندم. والله حضرتك يعني انا اتسرعت يعني يعني الاسم على مسمى الاستاذه نهاوند قالت يعني ان سياده الوزير اشرف صبحي يعني من ساعه ما جه وهو بيدعم الالعاب الشهيده، ومنها الكونفو ومنها احنا، وداعم كامل. بالفعل لما اتكلمنا معاه من سنه ماضيه قال اتفضلوا اعملوا اتحادكم وبالاجراءات القانونيه بالاجراءات الرسميه، وبالفعل قمنا بعمل جمعيه عموميه على اعلى مستوى بانديه الشمس، انديه الزهور، انديه النصر، انديه الطيران، دريوت في الصعيد، شيكو في المنصوره، اسيوط في الصعيد، يعني عملنا جولد الاسمرات النادي اللي برضه خاص لسه جديد، فعملنا جمعيه عموميه على اعلى مستوى جالنا فيها رؤساء الانديه زي الاستاذ اسامه ابو زيد في الشمس، الدكتور عمرو عبد الحق في النصر، يعني مجموعه، الاستاذ محمد عطيه في جولد الاسمرات، الاستاذ محمد يوسف قصدي جولد. مش عايز تنزح. انا بصراحه هم يعني دعمونا جامد. دعمونا جامد في ان احنا يكون لنا كيان رسمي مشهر موجود نقدر ان احنا نمارس فيه بصوره رسميه، ودي طبعا يعني هتنمي الرياضه نفسها. احنا من فتره قبل السنه اللي فاتت دي كان عندنا الاعداد مش كامله، دلوقتي احنا عندنا 5000 لاعب مسجل في الاتحاد، عندنا 72 مدرب مسجل في الاتحاد، عندنا 53 حكم في درجاته المختلفه، فدي كلها بتنمي عنصر ان الشباب يبقى لاقي ليهم منفذ رياضي يقدر ان هو يتحرك فيه بعيد بقى عن ان هو يخرج بره الاطار الغير شرعي، ان هو يكون موجود في يعني في الشارع، في يعني اللي قاعدين على النت على طول ليل ونهار. الرياضه بتنمي او رياضتنا بتنمي هذا الموضوع. قدرنا ان شاء الله ان احنا نقدم ملف على اعلى مستوى للجنه الاولمبيه الدوليه من يوم 2/3، ودفعنا الرسوم وقدمنا الاوراق واللائحه وي وي، لحد اللحظه دي مش عارف ايه اللي معطلهم. طب احنا لدرجة ممكن نروح فاصل نرجع نشوف ايه اللي معطلهم. فاصل سريع ونرجع نكمل. حديثنا مستمر مع دكتور وليد، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الجمعيه العموميه وعايزين نعرف بقى تفاصيل اكتر مع حضرتك. والله احنا عشان خاطر نشر الاتحاد بتاعنا فكان في ثلاث بنود لازم اللجنه الاولمبيه المصريه توافق عليها، اللي هو جمعيه عموميه لاشهار الاتحاد، واختيار مجلس اداره للاتحاد، واللائحه اللي هتنظم الاتحاد خلال الفتره القادمه، ولازم تكون طبعا تتوافق مع قانون الرياضه اللي طلع في 2017. بالفعل عملنا جمعيه عموميه فيها زي ما قلت لحضراتكم نادي الشمس، نادي النصر، نادي الطيران، نادي الزهور، نادي دريوت، نادي اسيوط، نادي شيكو في المنصوره، نادي جولد الاسمرات، مجموعه انديه ساعدتنا ان احنا يكون ليها تواجد، عشان طبعا احنا كنا قبل كده شغالين اكاديميات بس جوه صالات مغطاه او صالات تدريب. اللي احنا نخرج من موضوع الاكاديميات وصالات التدريب الى
أندية وأندية شعبية أو أندية ليها اسمها سواء في المحافظات المختلفة، فكانت نقلة نوعية لينا ونقلة نوعية لمدربينا. وبشكر من خلال منبركم المحترم طبعا رؤساء الأندية اللي شرفوني طبعا في الجامعة العمومية، وقدمنا ورقنا وقدمنا كل حاجتنا، وبعدين كمان احنا ادينا فرصة، مش احنا، قانون الاتحاد الدولي ادى فرصة ان في بطولات عالم لفوق ال 55 سنة، يعني بيمارسها كل الأعمار السنية، يعني و 12 و 14 و 16، يعني كل مرحلة سنية ليها بطولة عالم. فدي بتنمي للولد ان هو مش هيستنى لحد ما يبقى سنه 20 سنة ولا 18 سنة عشان يلعب بطولة عالم. لا، ده ممكن هو عنده 12 سنة 13 سنة 14 سنة بيلعب بطولة عالم ناشئين. طب ايه المشكلة برضو دكتور وليد؟ المشكلة يعني فاهمين المشكلة التأسيس ايه هي يعني. المشكلة حاليا ان الورق متعطل، احنا من شهر من يوم 2/3 قدمنا كل المستندات المطلوبة للاتحاد اللعبة للجنة الأولمبية، فوجئنا بعد ما عملنا طبعا احنا بنعمل انشطتنا وبنحاول ان احنا نظهر برضو قدام الاعلام وقدام اولادنا ان احنا بطولاتنا وسيميناراتنا ودورات التدريبيه للمدربين والحكام لازم تزيد. عملنا الكلام ده، فوجئنا باتحاد الجودو بيقول لنا احنا عندنا لجنه من 2015 بتقول ان احنا جوجيتسو، طب فين انشطتها؟ فين الدورات اللي عملتوها سواء للحكام ولا للمدربين ولا بطوله حتى؟ مفيش اي حاجه خالص، مجرد ان حاجه اتكتبت على ورقه وقدموها للجنه الاولمبيه وكتبوا طلب. طب انت بتاخد نشاطي ليه؟ انت عندك ما شاء الله ثلاث العاب جوه اللعبه، عندك جودو. النوع ده من الامور يعني انعكاساته هتكون عامله ازاي؟ وحضرتك كنت يعني عرفنا منك من شويه ان في مشاركه في بطوله افريقيا اللي هتقام في مصر بمشاركه 37 دوله، يعني الكعبالة اللي حاصلة دي أو العطلة دي إلى أي درجة ممكن يبقى لها تأثير؟ طبعا ليها تأثير سلبي دوليا طبعا، لما الاتحاد الدولي الاتحاد الأفريقي يبعت له يقول له أنا عاوز أنظم بطولة أفريقيا في مصر في نوفمبر ودلوقتي تأجلت ليناير ومصر لسه ما شهرتش فيها الاتحاد، طبعا مشكلة. أنا لازم أبعت لهم الموافقة المصرية على تنظيم البطولة، لحد دلوقتي أنا بقيت لسه مش مشهر رسمي عشان أبعت لهم موافقة. عندي 37 دولة من أفريقيا اللي إحنا محتاجينهم كلهم يكونوا جنبينا الأيام دي، ماشي، لأسباب كتير مش قادر ان انا اشر اتحادي عشان خاطر اعمل بطوله افريقيا عندي في مصر. تمام. يعني دي لا انا محضرتك اكيد انا وكريم نتمنى القصه دي يتم حسمها قريب، لان زي ما حضرتك بتقول يعني الموضوع ليه تبعات مش كويسه وكمان على نفسيه اللعيبه يعني الموجودين. طبعا يعني كله بيطمع دلوقتي حتى اللي بيسافر، طبعا كل بطولات العالم اللي بتقام ولادنا بيطلعوا، بس بيطلعوا على حسابهم، فطبعا اللي عنده امكانيات هو اللي بيطلع، ما عندوش امكانيات ما بيطلعش. زي ما بيقولوا كده اول الغيث قطره، احنا كنا بنتكلم على رياضه ما كانش حد يعرف عنها حاجه، حضرتك قلت في السياق اجابتك على واحد من الاسئله اللي فاتت ان بقى عندنا 5000 او اكتر من الشباب والشابات اللي بيمارسوا الرياضه دي، وذكرت ارقام كتير، فابتدت الرياضه تجد لنفسها موطئ قدم زي ما بيقولوا، ودي بدايه مبشره جدا. قد يكون طبعا يعني حضرتك اكيد ادرى مني بهذا الامر، بس يمكن تبقى مساله تاسيس اتحاد من الامور اللي ممكن تبقى بتاخد شويه وقت مع وزاره الشباب والرياضه مع الكيانات اللي ليها علاقه او المعنيه، قد يكون هذا الامر، بس مبدئيا بقى في وجود للرياضه وبقى في ناس بتمارسها بالفعل، دي خطوه مش احنا تطلعاتنا كبيره، احنا شغلنا كله تطوعي وشغال على الشباب، اللي هو سيادة الرئيس بينادي بيها وسيادة الوزير بينادي بيها، اللي احنا نتعامل مع الشباب ونوصلهم للمستويات العليا سواء في التدريب وفي البطولات. واسم مصر لما يرفع في البطولات الدولية، انا عندي لعيبة بتطلع تلعب باسماء اندية مش من مصر. يعني اتمنى ان شاء الله في القريب العاجل الاوضاع اللي مش مظبطة دي تتظبط باذن الله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا.